نعم معهد العام كنت متعلقة فيه وعطالي مزاحم يحيى المخرج تاع مسلسل دما عطالي فرصة ودار فيا كونفيونس الحمد لله. كيفاش كان إحساسك لما قالوا لك أرواحي عندك دور في مسلسل مع فنانين كبار؟ كنت بزاف فرحانه باسكو هي اول تجربه ليا مع الاكسبيريونس الاولى مع فنانين كبار الحمد لله وفرحت. وشنو هو اكثر مشهد اللي بقى في راسك؟ هو المشهد اللي قلت له ما عندي ما ندير بالقرايه. بون يعني شوفوا في الحقيقه ماكش منها هذه القرايه هي عمود الدنيا يعني اون بو با فيغ ديجا ميم اللي حاب يدخل الدومين تاع التمثيل اللي حاب يمثل لازم له القرايه سورتو لي لونغ. الله يبارك. وراح نشوفك راح تدخلي هكا ديري دي فورماسيون في التمثيل وتزيدي تطوري اكثر من نفسك ان شاء الله يا ربي. مي انا اصمم راني نخدم غير على القرايه ان شاء الله يا ربي نكمل ندير لي فورماسيون ندخل المسرح وكامل ان شاء الله. صح دوكا وشنو هو احساسك كي برا الناس ولاو يعرفوك ويجيو يتصوروا معاك؟ يعني صافي بليزير صافي بليزير لي الشعب يكون يعرفك سورتو الحمد لله لقيت غير البوزيتيف تاع يجوا يهضروا معايا يقصروا معايا يقولوا لي كاين اللي يقولوا لي انت شابه على شابه كي خرجتي من المسلسل شابه على صح في الواقع هي شابه. ميرسي بوكو يقولوا لي شابه على لا كاميرا ولا صافي بليزير ويقولوا لي خدمتي توب. صح شكون من الممثلين اللي راكي تتمني تخدمي معاه ان شاء الله؟ نعاود نخدم مع كريم الدراجي كذلك نعاود نخدم مع كريم الدراجي باسكو تحسه عنده ومصطفى العريبي. مصطفى العريبي انه كاستاذ في التمثيل علمني بزاف عفايس الحمد لله واعي على بصح صالحه تقلاله وما تقوليش اسمع.